بالي بهم بهم تقضيهم قانونهم دستوريهم ضوابطهم مجاشيهم هو أحسب الهم عشان لما يسأل البوليس عليه أقول أقول يسأل بيه لما تحق أقول محمد تلافه معنا بسرعة تتوقع ولا ما بصير حاجة الدرش قانا ماما بالأحرام من جونة كل ما تشعمس على الحالة بس إذا بدأ غابة حاجة معنا لا تسمى الحس مش إذا بدأ أنا ليكون القانون ما شاء الله لما بيكون راجل أبدا لن يكون تحمس عيها كم كفو كفو فري مراد اللي يسوي الانسحاب اللي يسوي التسجيل في هذول الحبس يعني ما عاد حتى حد يمشي الحبس بات ما دام ثم ديجان كيفنا وكيفكم الاولاد من الاخر وعلى الاخر برا لا تبعوا برا لا تبعوا اسمعني فازا ثاني في تجري لحظه نصر الدين عندك نصر الدين هو عمال حكايه هو ضرب وزير بعض شيء المشكل بوش كذا كيف ذاكم عام عمل البوليس ولا ما نعرفوش هو تعرفنا اللي عنده وزارة الثقافة على كيف حاجة ثاني حاجة هم عنده كلمة يقولوا فيها موتوا بغيظكم انا طلعت لهم كلمة صاحبي موتوا بغيظكم اسمعني او جيت الجيد اسمعني جيت الجيد بالزين لتصور نعمل له حد شيء جيت اليوم باش نجلس مع الببليك هذا شاعة اللي كلمنا ما حبيش جو سير على رجال اليوم يا كرهوك قدوة موت يبني كثير عجل سقوى مثال فتحين احنا بابي نعشو بزير وليسي خلي فيك ابو حتموني خلي فيك لو يتعز بيت شان سلام عليك تعرف الحبسي ما نحكي تعمي وقت اللي يدي تحشي الرمض انا عادي فيك انا بسحب يوم خير ما تبدلك بيه يحشيتو معاهم لجودة بما هو ما يحشو عايش حلو بابي يا كرامي دي ما مكفي لي فما ربي وحدو حاسب يا عمي حدو كل سمار بلاد الدور بالعكس كان ما تشوفش معانا تو نجيو نسمع لازم نجيو تحب تبكسر عمري ما ركز لي خبيزة ولا لو بسات ندخل فيها بلاد يا عمي بلاد فتاحة بلاد النار فما سفاحة للبوليس اللي قال لك كيف تضلكم مدري حبيس 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 هاك الدين الكل هاك الدين كي برا اسو شوفو بلاسة تحكي معها درش تجبد المصاصة عدل اللحم هز بوحش بلاطة تضحك حل حل بحل عالبصاصة كي برا اسو شوفو بلاسة تحكي معها درش تجبد المصاصة عدل اللحم هز بوحش بلاطة عالبصاصة مساء الخير يا صاع تراني في الكلبس ماما ما طيحني حتى انزلو بابار ماما حل الاعلى يا كيف روح الكبير بالطحير بيتي عدو عايش ما عدو تشمشي تحت السقير بيتي كتير القانون يحشي فيه بالسيف ونسكو عليه بيتي بتيت ديكتاتور حبو الشعب ولو خوف عطيكي بطمع شعري سيكوني حرية التعبير ملكويش معايا قبل ازو عدو بالتحرير مقطع حال السلطان كنتوني زي كلاب ما حشوفهمش كلاب يوم كيف سيفوني كلاب يا اخي زيد قداش كيف مش عارف شو انا عفقت هو سطر البوليس بو حكيني في الحال كيف عمل نص البلا كيف عدلو على حرمة الجسد يا دور يا دور يا دور معدونا ويسع فينا حد سيد الرئيس طلي القصيد مش تاي اقبل ما الحسد هي انا حاسب قبل كل شيء حب مرة يبعم الحب دوني حاب ويحشي ويبي قالوا طول صد القرار اوه يا الزب يا في بالي صدتك اللي كنت حد من الشغل خلال انت حسب في تونس اليوم اكبر وكبير نحو ما تنحب يا خد سألنا حياة الحب شايح تصف وكانت ممنوع السنة خلقت طليقة يا طيب في النسيم هابي لغة كيما ما تشدش عليك يا سفير هالو مو هالنبي قالوا يرحم عمي حطوني في العنزيرة خطوني حليب الوضع حطوني سكت جمد يبقي في راسي زعلي قدوني للشاشة وقت اللي قلت الحق في فني وقفني في الشارع زيت قوي في التركي اتصل بالقاعدة وشدي من لحسنكي حرية التعبير في ذاتي تونس محدودة ديما كنت الحق ومنها بطل راس اللودة المعارضة والحكومة كنت هتشتري في يا دوله انا نفسي في تونس بقى تحت البروده
عندي عميل مش جاي برشلوني على درخان كي نحب نعدي سنة في الدار. بارك الله فيكم. اسمع ابص عمي شويه بولي شويه انا بطيق شدوني على السهلاك عطوني على السطلة بكاو لبني ما هزوني ابطي باطلة في قالب غلطة حطوني في وردة تونس نعطيها وردة حكومة تاخد قتلة عمي لي شرمة على السهلاك عم حبس ما شدوش كان جاب بابا اسمه بوسيع نحب الكوب نحيد التروب بالمكتوب صاري نرجعوا للنهار شبيك موت الشعب يحب الليل تعيش برا بيت مخو ميت حي والحكومة تعز عليه شعبي عالي تنصبي عالمومي هون فت مستقر مش معدي تمشي عالك بس عبي هب الروح سهف الدفور كيف نحبو ببلغة واللي حبو مطلقة في كنت سهولة بتحليل كنا حالي بالدفور تعز الزام عليك وطفير تعبو دولة كحفة كحفة معدي عمري ما استوشي نيكني فلوس في استوشي ما ناكلش استوشي اسيا بانوشي يحكم ضد بانوشي يحكم ضد بانوشي عارف بشرش خفي حوشي كيف ما يكون كانوشي تيري طول عمر في السر وانت حوت يا باسي راقي بون لازم نبرشا فلاحة لازم نبرشا حشيش والكون وبنات تحب لقباحة صحيح الحب مستحيل يكون براقي راسي تحت الايد ديما واقف في التنفيذ خارج من حي الزهور عمري خمسة سنين مفكر بالمطور وزارة الثقافة ياسر نحصى الثقافة مثقفين تصفى البرهاد حافة في وسط الكونسير تجبد على نصر الدين سيلي تجبد على مراد قلت حافظ في سامي اليوم نصر الدين سيلي موجود في الحبس على خلفية الحادثة متاع العظمة مراد زاد اللي صار موجود في الحبس شنو المساج اللي حاب يتعدل انا من الاخر راني معناه نقف مع اي عبد مشي الحبس بتيتر جوريديك ما فهمش منه انا عندي سؤال ويرحم والديكم ما هو النقابة متاع الشرطة والحاكم قال لك نحن حاجتنا بالصلح اللي حاجته بالصلح كي يجي الكونسير متاع راب ما يخلينيش ويقطع صح صباح الخير نرجعوا لنصر الدين اللي هو لازم يروح من الحبس كيف وكيف مراد على خاطر كيما خاطر بالرسمي معناه كان اي فيربيول يعمل عبد يلقى روحه في الحبس مانيش قاعدين نعيشوا في بلاد نعيشوا في غابه معناه شنو يحبوا يردوها حرب نجم تولي حرب مي نحنا رانا عباد رانا سيفيليزي حتى كان ولاد حوم حتى كان عندنا فيكو خايب رانا سيفيليزي رانا جايين باش نصلحوا مانا جايين باش نهلكوا من الاخر بيس فري نصر الدين فري مراد فري سامي الفهري من الاخر على الاخر وفري كافون كافون في نفس السوجي نتاع نصر الدين سيلي مراد شنو تجيب بون في الحكايه نتاع نصر الدين سي عربي خاف عليه ثاني حاجه نصر الدين بون جيست معناه فولغير شويه معناه في رايي انا ضرب كوميم وزير معناه نتاع ثقافه بعظمه اما كي تجي تتبع الحكايه نتاع نصر الدين تلقى جارح برشا الراجل هذاك مخرج ممثل شفناه في برشا حكايات حبته العباد انسان تلقى مقهور معناه خاطر يكلم في الوزير شنو معناه ما يتلفتلوش الوزير دونك الرياكسيون نتاعو كانت كون عطاها بعظمه معناه فهمتني انسان جارح عنده ما يقول في روحه ما تريت بيه حتى وزاره لا ثقافه ولا سخافه فهمت انا نقول ان شاء الله معناتها ينظروا له بعين كونه هو معناتها ارتيست ما ينظرولوش بعين اخرى ثاني حاجه نصر الدين جارح برشا انا معناتها في رايي انا سوى
نحي الكاميرا خويا خديت اذن من عند سيد رئيس منطقه باش نصور اميمتي راهي موقع نويت خديته من عند رئيس منطقه ما صورنيش انا ما صورتكش خويا هاي وفيا برا بعد يرحم والديك بارك الله فيك انا مش قاعد نصور فيك جنب سي فتحي في مسرح الحمامات الدولي اليوم سهرية الراب تو وقع توقيف الرابرات اللي كانوا مشاركين في الحفلة هذه سي فتحي الهدي واش عنده ما يقول كمدير مهرجان والله انا نستناو ونحاولوا نفهموا الموضوع نحاولوا ندخلوا نحكيوا مع الاطراف الكل في سبيل انه تتحل المشكلة هذه اتصلوش بيك على الاقل عوان الامن باش نعرفوا شنو سبب نتاع الايقاف هذا ما اتصلوش بيا ما اللي فهمته انه فما كلام وصلهم اللي فما غناء يمس منهم دخول المسرح ما تمش بالتنسيق مع اداره المهرجان دخول المسرح لوين دخول اعوان الامن المسرح معناتها اعوان الامن موجودين كل ليله هنا للنظام موجودين كل ليله هنا معناتها ماهوش اول مره يجيونا كل ليله ما نجمو نعملوا عرض لما يكون فما الحمايه المدنيه واعوان الامن دخولهم الفجأة هذا ما حاولوش يتصلوا بيك يعلموك على الأقل باش تكون الأمور قانونية ومنظمة والله قانونية ما نعرفش إذا كان هذا قانوني ولا مش قانوني لكن هما باعتبار تواجدهم أنا ما ريتش حاجة غريبة من الأول إنه موجودين ديما كل يوم وإحنا ننسقوا مع بعضنا كل يوم مسألة الأمور الأمنية نحس في روحي كأني أنا ريسبونسابل بيسكو أنا معناها أنا عييت للأسامي الكل اللي جاو باش يغنيو غنيو سور سان كيما شفت و voilà je me sens responsable je me sens coupable ولا وني بون ما عندي حتى دخل معناها ديريكت لما حاله معناها انا الاولاد معناها قعدت معاهم الاول وقلت لهم الاولاد بالله معناها كيما نقول مع يزين ما نعاودوش نرجعوا للبلوط من المره الاخرى يوم الله اعلم حبوا ماشي في بالهم يمكن هما معناها ساي فوالا سي لا ليبرتي ومعناها عاودوا ما نعرفش بتتعاودوا وقعوا في الفخ كيت فرتات شوف لي يدي خويا شوف لي اول حاجه يدي خويا زر كابو اللي خرجت وجيع الكل في يدي علاش شنو اللي صار ملي شدوكم ملي وصلتوا لمركز الشرطه شنو اللي صار اللي صار الاثنين كامله قعدنا ناكلوا في الضرب لين وصلنا معناها انا وكلاي ورابور اخر بلال وفما دي جيم اللي معانا متاع مفهم ومعانا اولاد ما عادش نستحضر بالبدا وصلنا المركز وصار ضرب من بعد كي خلطت سي فتحي يداوي وخلطت رئيس المركز واحد وقت وقف الضرب و علي كيفاه ضربوكم بالضبط؟ شنو كيفاه ضربونا صاحبي يا اخي شنو كيفاه ضربونا؟ اسال كلاي ممكن هاو كلاي ممكن فيق اكثر من
كيف ضربوك؟ ها؟ ضربونا حصلنا ما ونحن خلصنا. خليها كيكة ماشي البحث صح؟ بيه ما حصلنا نحن وخلصنا. يرحم والديهم على اللي عملوه بسلام صح؟ أستاذ مراد تابعي، أنت كنت من جملة المحامين اللي موجودين في قضية ولد الكنز من أولها، اللي اليوم توا الأربعة متاع الصباح حاضر في المستشفى الجهوي وين ولد الكنز قاعد يجري في الفحوص اللازمة. بالنسبة لي كنت قانوني، شنو من الإجراءات اللي مش يصيروا تو، وفي المركز شنو اللي علمت أنه صار؟ والله المسألة هي إلى حد الآن تو باعتبار موجودين في المستشفى وعلامات الاعتداء المادي موجودة وكذا فهمتني، وفما مبدئين فما سيرتيفيكات تثبت الاعتداء هذا. الاعتداء هذا نحن كنا نعتبره كليسان دفاع اللي مسألة علاء، معناها مسألة احسمها القضاء. اليوم تفاجأت اللي اتصلوا بيا من تونس كذا فهمتني، جيت الحمامات على اساس اذا في مهرجان دولي بالحمامات بصدد احياء حفل يقع الاعتداء عليه بعد الحفل مباشرة وقت يد المركز المكان والاعتداء عليه من طرف الأعوان، هذا يعتبر مسألة خطيرة جدا باعتبار اللي هي تمس حقوق وحريات شخص. ومبدئيا هو مش يقوم في حقه بالمطالبة تشكي بالأعوان اللي اعتدوا عليه مركز المكان، وبتبيع بشك في الهدايا القانون والمحكمة المختصة. كنا ندعيه ديما اللي حتى علاء قضية علاء حسمها القضاء وكذا، بالتالي ما تكونش مسألة اللي تصفية حسابات. معناها اليوم في مهرجان دولي يقع الاعتداء، معناها صورة مس بالأمن، ومش هذي الأمن نحبه احنا.